من المعروف أن جورجيا امتنعت من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وهذا شيء يدل على أن جورجيا تتفاهم أحسن فأكثر موقف روسيا. طبعا في جورجيا حتى الآن ما زالت ذكريات حرب عام 2008 عندما تدخلت جورجيا إلى أوسيتيا الجنوبية وإلى أبخازيا، عندما قصفت القوات حفظ السلام الروسية، وعندما أجرت الجيش القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية لإجبار جورجيا على السلم. والآن هذا شيء، هناك ما يدل على أن المناخ العام في العلاقات بين البلدين يتحسن، لأن جورجيا هناك جذور تاريخية عميقة تربط بين طيب الشعبين. بما تفسر إذن هذا الإعلان الجورجي؟ هناك سيد أولسكي. نعم نعم، وهناك لذلك نحن نفكر أن تجربة أكثر من 70 سنة سنة في التعايش في إطار الاتحاد السوفيتي أيضا لها نتائج بقت وتؤثر الآن على حاضرنا المشترك، الحاضر لروسيا والحاضر لجورجيا.